أشهر نجوم الكي بوب الغير كوريين. الكي بوب اندستري بقت في السنين الأخيرة واحدة من أكبر الصناعات في مجال الانترتينمنت، وبيضم آلاف من الكي بوب باندز، وطبيعي الكوريين يكونوا مسيطرين على المجال. بس في آيدولز من جنسيات تانية قدروا إنهم يثبتوا نفسهم ويكونوا من أشهر نجوم المجال، وأولهم ليسا من بلاك بينك، فهي من تايلاند. حتى إنها لبست اللباس التقليدي الخاص بيهم في الديبيو سونج اللي طرحتها من 3 سنين لليسا، وبقى حاضر الكليب أكتر من 700 مليون شخص على اليوتيوب. ومش بس ليسا من تايلاند، فكمان بام بام عضو فرقة جوت 7، ميني من فرقة جي ايدل، وتن من فرقة ان سي تي. وبما ان في اهتمام كبير بالجمهور الياباني وبنشوف من وقت للتاني اغاني باللغة اليابانية، فطبيعي يكون في عدد كبير من الايدلز من اليابان، زي سانا ومومو من فرقة توايس، يوتا من فرقة ان سي تي، وساكورا مايا واكي من فرقة لسيرفن. أما من الصين ففي يوكي من فرقة جي ايدل، ذا ايت من فرقة 17، وين وين من فرقة ان سي تي، واكيد جاكسون وانغ عضو فرقة جوت 7 من هونغ كونغ، ولوكاس عضو ان سي تي سابقا. والعديد من نجوم كوريا بيكونوا كوريين الأصل بس نشأوا في بلاد أجنبية، حتى إن الكتار بيتفاجئوا لما يعرفوا إنهم بيتكلموا إنجليش بطلاقة. Your English is very good. I was born in America. Your English is very good. زي روزي عضو بلاك بينك، فهي اتولدت في نيوزيلند ونشأت في أستراليا، ومن أستراليا برضو فيليكس وبانك تشان أعضاء فرقة ستراي كيدز. أما من كندا ففي مارك من فرقة ان سي تي، والسولوست ارتست زومي. فاست فورورد. وأكيد جيسي بتيجي في بالنا على طول أول ما بنذكر الايدولز من أمريكا. وفي كمان هيو نين كاي من فرقة تي اكس تي، وتيفاني يونغ عضوة فرقة جيرلز جينيريشن.